بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. سماحة السيد عمار الحكيم، سماحة السيد عزيز الحكيم الغائب الحاضر صاحب هذه الدعوة وصاحب هذه المبادرة، فخامة الرئيس الدكتور محمد صالح، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيدة ممثلة الأمين العام المتحدة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش اليوم أيام 40 الإمام الحسين عليه السلام، نستلم منها عبرة من بحر العبر التي كانت بطلتها العقيلة زينب بنت علي عليهما السلام. نعيش اليوم ذكرى مصائب آل البيت، بيت النبوة، وما تضع أمامنا منهجين التعامل مع المرأة، وعلينا الاقتدار والاقتداء بثقافتنا الأصيلة في الاحترام والتقدير للمرأة وتأمين جميع حقوقها. فمن هنا يسعدني حضور هذا المؤتمر، مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، فعلى الرغم من أننا نعيش بعالم أكثر انفتاحاً منذ قبل، إلا انتهاكات حقوق الإنسان اتجاه المرأة ما زالت تشكل أكثر انتشاراً، فما يزال العنف ضد المرأة يمثل حاجزاً في طريق تحقيق المساواة والتنمية، ليس في العراق فقط وإنما بكل دول العالم. فمنذ نعومة أظافرنا ونحن نسمع المقولة الشهيرة أن المرأة نصف المجتمع، لكن هذا النصف يعاني الكثير في ظل عدم الإنصاف والخذلان من المجتمع. ومن هذا المنبر أقول لكل امرأة عراقية، أنت لست نصف المجتمع، بل المجتمع بأكمله فنصفه الآخر يولد من أرحامك. أنت أمهاتنا، خواتنا، زوجاتنا، بناتنا، فمن غير اللائق أن يستمر التعنيف والإدلال والعنف ضد النساء. أوجه الدعوة إلى وزارة العدل بالعمل بالتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية بوضع آليات فعالة لمنع حالات التعنيف ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها، وعلى وزارة الداخلية العراقية تفعيل مديرية حماية الأسرة والطفل وشعبة المرأة في الشرطة المجتمعية. لقد وجهنا سابقاً خلال هذه الحكومة بتفعيل قسم شؤون المرأة وتمكينها في كل مؤسسات الدولة، ويجب أن يكون الخط الساخن لاستقبال الشكاوى فعالاً وسريعاً، مثلما يجب أن تكون هناك بيوت آمنة من يواجه العنف، ومن بعد ذلك تقديم الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية الكاملة لضحايا العنف. المرأة في العراق تشكل أكثر من 50%، وعليها يجب تكون حصتها ودورها في المشاركة لا يقل عن حصة مشاركة الرجل. وهنا يجب أن نشيد ونثمن دور مجلس القضاء الأعلى في إعادة محاكم الأسرة، وندعو إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها للمراجعين من بناتنا وخواتنا. أدعو البرلمان المقبل إلى تشريع قانون حماية الأسرة التي قدمت الحكومة، وأيضاً قانون الابتزاز الإلكتروني الذي تعد النساء أكبر ضحاياه مع الأسف الشديد. وعلى وزارة التربية والتعليم العالي والثقافة أن تعمل بمشاريع ومبادرات تربوية وثقافية مشاركة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. أقول لكم بكل صراحة، لا يمكننا أن نكون فعالين وأعضاء في مجتمع في مستوى مصاف الدول المتحضر دون معالجة العنف الأسري، حيث أن بناء الإنسان هو الحجر الأساس في أي مشروع تنموي، والمرأة عمودها الفقري. أيها السادة، أيها الحضور، أيها الخوات، نحن مقبلون على انتخابات مصيرية الشهر أكتوبر القادم، فادعو الجميع ولا سيما النساء بالمشاركة الفعالة والواسعة تغيير واقع بلدنا. لا حل لجميع مشكلاتنا سوى الذهاب إلى صندوق الاقتراع،
وإعطاء أصواتنا إلى من نثق بهم ونثق بنزاهتهم وعملهم. وأخيراً أشكر القائمين على هذا المؤتمر، وأتمنى للجميع التوفيق، وليكون عنوان المؤتمر دولة صافحة عنوان حقيقي، ونعمل يكون خارطة طريق لإنقاذ وإعطاء دور للمرأة أكثر. وشكراً جزيلاً.